اهلا بيكم في ذا باشن بوينت. انا محمد تهامي والنهارده هنتكلم على باشن من الباشنز القريبه جدا لسيدات وبنات كتير، هي الجولري ميكنج والجولري ديزاين. انا بعتبر ان الفيديو سيريز دي حدث تاريخي، لان الجولري ميكنج ده بتحس ان هو سر حربي، ما ينفعش تشوف واحده عندها يعني منتهى الاخلاص ان هي تطلع وعايزه تعلم الناس ازاي يعملوا جولري وهي عندها جولري براند اوف هير اون وما عندهاش مشكله تعلم الناس ده، وما عندهاش ما بتفكرش دول هيطلعوا ينافسوني ولا مش هينافسوني. ف ودي ميزه ان يكون حد باشنت، مش واحد بياخدها كسبوبه، جاي يعلم الناس ازاي يعملوا كمان جولري ميكنج وجولري ديزاين. فاحنا منورانا انجي نبيل في ذا باشن بوينت، انجلا جولري، هذه البراند العظيمه اللي طلعت من القلب وعايزه تنشر كمان نفس الباشن دي لناس كتير وتعلمهم ازاي يعملوا their own jewelry brand من بيتهم ويبقى بيزنس اي واحده ممكن تديره وهي قاعده في البيت بس بتكسبرس فيها نفسها. انجي منورانا، كلمينا بقى على قصه انجلا جولري، ابتدت امتى ووصلت لفين؟ بص، هو ابتدت من وانا صغيره خالص، بس دي يعني لينك اخدت بالي منه بعدها بفتره، ان انا كان عندنا جار ايراني وكان عندهم محل اكسسوارز يعني. وفي يوم لقيت البوكس كده، تريجر بوكس مليان حاجات قديمه ومكسره وكده وعايزين يرموها. اخدت البوكس وطلعت منه حاجات كتير جدا استعملناها، يعني ماما يعني غرقتها بروشات وحاجات كده. وبعدين دخلت هندسه وحسيت ان الموضوع يعني، خلصت هندسه واشتغلت فعلا، بس لقيت الموضوع ما كانش فيه اي نوع من انواع الارت، وده حاجه كانت بعيده خالص عن الشغل بتاعي. هم المهندسين كده يعني بيخشوا غلط ويطلعوا صح. ففعلا يعني بعد ما اشتغلت سنتين سبت الشغل وقررت ان انا هعمل حاجه يعني قريبه من الارت وكده، فقلت اخد كورسز ديكور او كده. ف رحت اكاديمي وحاولت اتعلم شويه، لقيت الامور مش يعني مش ماشيه زي ما انا كنت متخيله يعني. وانا هناك شفت كانوا عارضين مشاريع بتاعه جولري ديزايننج وكده، افتكرتي راجل ايراني. فلفتت انتباهي جدا يعني، عملت سبارك كده في دماغي. فشافتني الدكتور اللي كانت متابعه المشرفه عليا وقالت لي لو حابه ان انت تاخدي كام سيشن كده ما عندناش مانع يعني. فقلت لها يا ريت. بس الحقيقه كان في اخر الترم يعني، كنا خلاص كانوا بيخلصوا، فما اخدتش غير بس 2 سيشنز يعني اتعلمت فيها بس ايه هي التولز وحاجات بسيطه قوي. وبعدين بعد كده خرجت، ابتديت بقى انا يعني سيلف توت كده، قعدت اعمل سيرش على اليوتيوب واشوف فيديوهات واقرا كتير لحد ما اتعلمت حاجات كتير الحقيقه. وبعدين في نفس الوقت ده انا كنت بشتغل جرافيك ديزاينر، يعني ناس كتير قعدت تقول لي على الشغل بتاعي ان هو حلو قوي وان لازم تبتدي تبيعي وكده. انا الاول حقيقه ما كنتش مقتنعه، كنت يعني عم ستيبنج باك كده وكده، بس قالوا لي لا الحاجه حلوه فعلا واحنا عايزين. واول واحده اشترت مني كانت مذيعه وقالت لي انا احنا عايزين نعمل معاكي انترفيو كده. ومن هنا بدات بقى انجلا ومن جولي. هنا ابتدت، بس انا قعدت فتره كده ببراكتس الاول على النحاس عشان خاطر يعني لما اخش في الفضه ابقى يعني داخله بتقلي يعني ما بقاش بس. وابتديت فعلا اي لانش البيج بتاعتي والحمد لله يعني دلوقتي عندي كلاينتس وببيع الحاجه بتاعتي وستيل بتعلم يعني. وليه خدتي القرار العجيب ان انت تعلمي ده للناس؟ هتجيبي لنفسك منافسين ليه؟ هتعلميهم اسرار المهنه اللي انت تعبتي فيها ليه؟ الحقيقه ده يعني هو عشان الباشن بتاعي، فانا حاسه ان انا اي دونت مايند ان انا اسبريد الموضوع، لان انا تعبت الحقيقه قوي علشان خاطر اوصل للستيج اللي انا فيها دي. قعدت اخبط كتير لاني كنت لوحدي يعني، ما روحتش لحد علمني. يعني لاني اخدت 2 سيشنز بس في الاول which is يعني very shallow. فحابه ان يعني اللي حابب يعمل كده ما يتوهش زي ما انا توهت يعني. اوكي، وده ميزه الشخص الباشنت اللي مش واخد الموضوع كسبوبه او فلوس، لا هو عنده باشن، عنده قلب وعايز ينشر الباشن دي لناس كتير. فهنكمل بقى في الفيديوهات اللي جايه، انجي هتقول لنا اسرار الجولري ميكنج والجولري ديزاين الهوم ميد، علشان اي واحده عايزه تبدا البيزنس ده تعرف تبدا منين. اوف كورس، يلا استنونا في الفيديو اللي جاي.